مصر تقترض من الإمارات 500 مليون دولار لشراء القمح. ما هي اتفاقية تمويل دوار؟ أول تعاون من نوعه مع مكتب أبو ظبي للصادرات. مصر والإمارات وقعان اتفاقية برنامج تمويل دوار لتمويل واردات القمح بقيمة 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات في ضوء العلاقات الوثيقة بين مصر والإمارات ولتعزيز جهود التنمية والإجراءات الحكومية لدعم الأمن الغذائي. وقعت وزارة التعاون الدولي والمالية والهيئة العامة للسلع التموينية مع مكتب أبو ظبي للصادرات أدكس التابع لصندوق أبو ظبي للتنمية اتفاقية برنامج تمويل بقيمة 100 مليون دولار لمدة 5 سنوات بإجمالي 500 مليون دولار بهدف تمويل واردات القمح. ويعد الاتفاق هو التعاون الأول من نوعه مع مكتب أبو ظبي للصادرات التابع لصندوق أبو ظبي للتنمية. وأكدت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن الاتفاقية الجديدة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والإمارات والحرص على تعزيز التكامل الاقتصادي ودفع جهود التنمية المشتركة من خلال التمويل الدوار. سيتم تلبية احتياجات السوق المحلية من القمح في ضوء الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي من خلال التمويلات التنموية الميسرة. علاقات التعاون الإنمائي مع صندوق أبو ظبي للتنمية بدأت من عام 1971 ونتج عنها تمويل أكثر من 20 مشروعاً بقيمة 4 مليارات درهم إماراتي في مختلف القطاعات ذات الأولوية التي تعود بالنفع على المواطن، خاصة في قطاعات المياه والصحة والإسكان والنقل والزراعة. مولت الإمارات مشروع تدشين 25 صومعة في 17 محافظة لزيادة الساعات التخزينية للقمح بواقع 1.5 مليون طن، والفترة المقبلة ستشهد تباحث حول مزيد من مجالات التعاون المستقبلية في ضوء الأولويات التنموية لمصر وتنفيذ رؤية مصر 2030. كل ذلك كان في ضوء رؤية مصر التنموية على تحفيز الأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال عدد من اتفاقيات التمويل التنموي على مدار الفترة الماضية، من بينها توقيع اتفاق التمويل الإنمائي الميسر بقيمة 500 مليون دولار من مجموعة البنك الدولي لتعزيز مرونة قطاع الزراعة في مصر ودعم جهود الأمن الغذائي، إلى جانب اتفاقية بقيمة 271 مليون دولار مع مجموعة البنك الإفريقي للتنمية لدعم برنامج دعم الأمن الغذائي والمرونة الاقتصادية في مصر. وتم أيضاً إطلاق برنامج دعم الاتحاد الأوروبي للأمن الغذائي في مصر من خلال منحة بقيمة 100 مليون يورو لتعزيز جهود الأمن الغذائي والحد من الآثار السلبية للتحديات العالمية.